أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد تكلمتم جزاكم الله خيرا عن الخلق والتصوير، فما هو الحكم في الأفلام الكرتونية التي يدعون أنها ترفيه للأطفال؟ كل التصوير سواء أفلام كرتونية أو غيرها تصوير، ما هي يصدق عليها أنها تصوير، بل هي أشد أنواع الصور، لأنها تتحرك وتنطق وتضحك، فهي أشد من الصورة الصامتة والصورة الرسم فقط والجامدة اللي لا تحرك، فهي أشد. ولا نربي أولادنا على المعصية وعلى التصوير، ما نربيهم على هذا، هذا ما يريده الكفار منا، يريدون أن نربي أولادنا على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.